يا قوتك فع يوم تاتي من الذيب والهايش شراس ثمي تعزوى تخاف من ظن يجي فيك ويخيب وتخاف لا تطمن بعد كنت علوى. والله شاعر ربما والبعض يستحسن الصوت، ولكن الإبل هاويها ولسه ما ملكت منها شيء، لكني هاويها ومع أهلها ومع أصحابي وأصدقائي كلهم وبالة وأنا معهم. والله لعل محبة الإبل هذه تأتي من الفطرة، فطرة ابن آدم هكذا، لآية من آيات الله سبحانه وتعالى، والتدبر شيء من العبادة، ربما يكون العبادة القلبية، شوف طال عمرك. فالتدبر في الإبل وفي آيات الله سبحانه وتعالى شيء عظيم، ومن آياته الإبل. الإبل هذه لها حتى معنى ولها اعتقاد في نفوس الناس، ولها شيء جميل وإرث يا أخي، إرث شيء متعلق مثل الإنسان حينما يتعلق بتراب الأرض. الناقة تشعر بصاحبها، بهوبلته عليها، بصوته لا نداها، يا فلانة ولا يا فلانة، نعم تشعر به، وبينهم وبينها في حلاقة، في إحساس، هناك إيماءة. الإيماءة يعني الإيماءة قد تكون للإنسان إيماءة بيده هكذا حينما والإبل كذا لها إيماءة برقبتها براسها، فهنا لغة، إذا قالت براسها كذا وجهت بكذا تشعر بكذا، يفهمها راعيها. أيضا الإبل إذا جاء راعيها عرفت أنه وجهه زعلان، راضي، في شيء مضايق، شيء تشعر به، وهذه سبحان الله فطرية، شيء فطري بينهم. يعني الله يجينا وإياكم يدك الحزن في القلب حينما تتخلج على ولدها هنا، أو تحن على راعيها وعلى صوته إذا توفى. يعني أذكر أنا من واحد من جداني الله يغفر له ويرحمه، عنده بعير، ويوم أنه توفى الله يرحمه شعر فيه، لأنه قعد كم يوم، 10 أيام ما طلع من مجلسه ومن غرفته اللي كان فيها، وكان يعني جنب البيت ويحن ودموعه. هذا يعلموني هلي، يعني مو جداني، هذا جدي اللي هو قريب مني، أبو الوالدة. طبعا الأطفال ما يشوفوا من الإبل، لكن حينما لأول وهلة يقابلونها يعشقونها، يحبونها، لأن الإبل أولا من آيات الله، والأطفال أيضا من أحباب الله سبحانه وتعالى، فهناك علاقة وهناك شعور، هناك مشاعر بين الطفل وبين الناقة، حتى الناقة تحن عليه سبحان الله. مثلا من القصص اللي قصة لفريسة الجزيرة العربية، كان في العهد القديم، قد يكون قبل عبد العزيز رحمه الله، الإمام عبد العزيز الله يغفر له ويرحمه، وإذا بأحد الفريس كل ليلة وهو وكل ما اجتمعوا خياه مشاينا مشوا، وهاك الغزوة وهو ينكسر ويموت فيها، ونصبوا أخوه يصير اللي هو شيخ القبيلة ومسك محله، ولكن ما هو مثل أخوه في المراويح والوجي. يوم أنها غلقت العدة أرملته تزوجته، ولي والله أن الناقة ما أدري هل اسمها الريشة أو حاجة زي كده. بعد فترة يقول لها زوجها، يقول عدلي على الناقة، يوم ظهرت هم في قمرة ولا تشوف عليها سنام كبير، قالت هذه ما هي الناقة، هذا البعير، قال لا الناقة وهذا صوتها. يوم جاءت لي والله أن الناقة، بس جاء على ظهرها سنام وجاء عليها شحم وعدلتها وظهرت لها ببيتين. تقول يا عارفين وددي يا ما حلالا يا ليت ما رزوا عليها النثايل، أخات أخوها بغلعة وذاك عن ذا البيت واحد من روح
رفيع الحمايل الجول جوله والحلايا حلايا والفعل ما هو فعل وفي الخصايل لو ابن عمي تنثر السمن يمنع على صحون تنهن النثايل وسلامتكم عاد يوم انها بعد هذا الموضوع هو شبشب قال عيد القصيدة عادتها ثم أخذها لا يتمد ثلاث قال له يزهم ربعه وخياه يوم جوه قال مشانه وين قالوا الكسب ومشوا على الكسب ومشوا على الكسب وراحوا وللب القعدة يمكنها حول 30 يوم وهي على وجهها ما تعود وقال الكسب يوصلون لأهلهم ويوم نعود عقب شهر ونص من دي شهرين وللناقة الريشة هذه اللي سميت بالريشة ولأنها رايحة من قطعة وما على ظهرها لا سنام ولا شحم ولا شحم ولا حوله ويوم إنه مقبل على الفريق وكل عاد ينزل على ناقته ويجون ويوم جاته زوجته تستقبل قال درجي درجي على الريشة غديها ويوم جاتها لي والله إنها حالها من سقم ما فوقها ولا شيء وتقول وتغني عاد تقول ثوار من العرض رتيب يهيفي يتلون بن عروج مقدم بن إلام يا من قطع في ساقته من عسيفي ومن فاطر تاخذ على الجيش قدام عقب الشحن وملافخه للرديفي جثنا تضلع مثل ماره وصل اقدام وسلامتكم.